choose the correct verbs. الآن هلأ النوع الثالث من الجمل الشرطية، ركزوا معي هلأ النوع الثالث، وسؤال بسيط وسهل، it's very very simple، بس بدنا نختار إيش الفعل الصحيح. أوكي طيب choose the correct verbs، اختر الأفعال الصحيحة. If I were you I'd walk ولا I'll walk to school. يس شو بنختار هون نحن برأيكم؟ أقول if I were you لو كنت مكانك I'd walk لمشيت ولا I will walk to school سوف أمشي للمدرسة. شو برأيكم هون راح نختار هون؟ يس وماما راح نختار I would walk. أحسنتي excellent أحسنتي I'd walk to school. طيب ليش اخترنا هون I'd walk to school ليش مو I will walk to school؟ لأنه عم بحكي عن شيء مستحيل إنه يصير في المستقبل. أحسنت إكسلنت. وبعدين في عندنا الشكل أيضاً if I were you، هون عبارة if شو هي؟ ماضي بسيط ما هيك past simple تمام، ماضي بسيط معنا الطرف الثاني would والمصدر ما هيك اتفقنا. العبارة الأولى هلأ الجملة الأولى I'd walk to school، أوكي I'd walk to school سأمشي إلى المدرسة. If I miss ولا miss the bus، if I miss إذا أنا يفوتني ولا missed فاتني لو فاتني the bus الباص. yes شو بنختار هون نحن؟ I miss if I miss ولا if I missed بالحاضر ولا بالماضي برأيكم؟ yes شام تفضلي. بتصير if I missed the bus. excellent أحسنت if I missed the bus اخترنا ماضي بسيط اوكي لوجود شو اوكي هو الماضي في وود تمام احسنت. الان في عندنا وود لو في عندنا ويل كنا قلنا ميس اوكي لو الجمله هون ويل اوكي فان ميس. وبعدين احنا هون عم نحكي عن النوع الثالث، النوع الثالث يعني هو بده يكون بالماضي وبده يكون الطرف الاول او الثاني وود والمصدر. يس طيب الجمله اللي بعدها If you walk ولا walk to school every day would be much fitter. If you walk أو walk to school. إذا أنت تمشي ولا مشيت شو بنقول؟ To school every day إلى المدرسة كل يوم would be much fitter. لأصبحت أكثر رشاقة. Much fitter okay يعني رشيق أكثر. Yes. أتوقع سهلة جدا هي الجملة B. Yes it's very very simple. Yes سامية تفضلي. استاذ walked walked احسنتي walked to school walked walked to school yes okay جمله C what would you do ماذا سوف تعمل if the bus is ولا was late if the bus is ولا was late اذا الباص يكون ولا كان متاخرا. yes سارة was was yes was late احسنتي اذا if the bus was late very good excellent. اذا هذا بالنسبه للنوع الثالث، هذا طبعا تمرين حول النوع الثالث. طبعا بالامتحان او بالمذاكره شيء اكيد انا راح اعطيكم طرف اوكي عباره if مثلا واسالكم مثلا عن الطرف الاخر اوكي، لكن انا ما بجيب لكم الطرفين يعني بسال عن الطرفين بنفس الوقت اوكي. فأنا بعطيكم مثلاً if I were والطرف الثاني مثلاً نختار will مثلاً نفس هاي التمرين I'd walk ولا I will walk to school إلى آخره walk to school yes.